السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ميزة حلوة في ريفيت 2024 لما تعملوا أبديت ل 2024.2، لو أنا عامل سيليكت على أي حيطة مثلا أو أي حاجة ودخلت هنا في الإيديت، طيب دي البارامتر اللي موجودة، أقدر إن أنا أشوفها زي ما هي أو أشوفها مترتبة من الـ A to Z بالشكل دوت، أو تعكسهالي أو يرجعهالي زي ما كانت. دي من خاصية جميلة شوية. الحاجة التانية، لو انت جيت غيرت الريسايز للشاشة بتاعت تايب روبارتس او اي ويندوز وقفلت الريفت وفتحت تاني، فهو بيحتفظ بالشكل ولما تطلبها تاني بيجيبها لك بنفس الشكل. يعني لو انت سايبها كبيرة هتفضل كبيرة، لو سايبها صغيرة هتفضل صغيرة. طيب لو انا جيت مثلا على الارك دوت وقلت له رايت كليك وقلت له كرييت سيميلر، فهو مش هيختار لي بس ان الحيطة، لا هيشوف نوعها ايه الحيطة ديت، يعني دي مثلا حيطة ارك، ويبدا يرسم لي حيطه ارك. بص هو اوتوماتيك علم على الارك بحيث ان انا لما اجي ارسم مش هيرسم لي الحيطه لاين، لا هيرسمها لي ارك بالشكل دوت. فدي اخر تحديثات نزلت.